أهلا بكم مشاهدينا. نحن على موعد مع فيروس جديد قادم أم هي حالة طوارئ صحية جديدة؟ أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الأحد أنه يفكر في عقد لجنة خبراء لتقديم المشورة بشأن ما إذا ينبغي إعلان تفشي فيروس إمبوكس أو ما يعرف بجذري القردة الأخذ في التزايد في إفريقيا حالة طوارئ دولية. وقال غيبريسوس إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والحكومات المحلية والشركاء يزيدون استجابتهم لتفشي المرض، أضاف على منصة إكس: لكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل والدعم للاستجابة الشاملة التي أفكر في عقد لجنة طوارئ للوائح الصحية الدولية من أجل تقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي إعلان تفشي فيروس إمبوكس حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وحالة طوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا هي أعلى إنذار يمكن أن تطلقه منظمة الصحة العالمية، ويمكن لتيدروس بصفته المدير العام للمنظمة أن يعلن حالة الطوارئ هذه بناء على مشورة لجنة من الخبراء في هذا المجال. تيدروس أضاف في بيان لمجلة ساينس أنه يمكن احتواء هذا الفيروس ويجب احتواؤه من خلال تدابير صحية عامة مكثفة بما في ذلك المراقبة والمشاركة المجتمعية والعلاج ونشر اللقاحات الموجهة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. ويعد إمبوكس أو جذري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة، ويمكن أن ينتقل أيضا من إنسان إلى آخر من خلال اتصال جسدي وثيق. واكتشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 70-900 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويسبب المرض حما وأوجاعا عضلية وآفات جلدية تشبه الدمامل. فهنكون إذن على موعد جديد مع فيروس آخر ومعاناة أخرى وإغلاق آخر. شاركونا آراءكم إليكم.